السلام عليكم. طبيا ما في شيء اسمه القولون الهضمي، المرض اسمه القولون العصبي، وعلميا يسمى متلازمة القولون المتهيج. يتهيج احيانا بسبب الضغوطات النفسية، ويتهيج احيانا بسبب الاكل. القولون العصبي مرض مزمن، حتى الان ما في علاج نهائي له، لكن راح نعطيكم اليوم وصفة تساعدكم على الوقاية من تهيجات القولون. اول عامل للوقايه تكون في تجنب المهيجات، واللي ترتكز على جانب الاكل وجانب الضغوطات النفسيه. في خطا شائع فيما يخص الوقايه من التهيجات اللي تكون بسبب الاكل. في ناس كثير مصابين بالقولون العصبي ياخذون وصفات من اي مكان يكون فيها لسته طويله من الاكل الممنوع منه المصاب بالقولون العصبي، ويحرمون انفسهم منه، وبالواقع هذا تصرف خاطئ. مو بشرط الاكل اللي يهيج القولون عند سين يهيج القولون عند صاد. في ناس مثلا الحمص يسبب له تهيجات بالقولون، بينما في ناس لا، الحمص ما عنده مشكله فيه، بس اذا اكل مثلا فول او ورقيات خضراء يتهيج عند القولون. في هذه الحالة أنت طبيب نفسك، جرب الأكل، إذا كان يسبب تهيجات عندك القولون ابتعد عنه. ولازلنا في جانب الوقاية من المهيجات. المهيج الثاني هو الضغوطات النفسية أو الاكتئاب أو القلق أو أيا كان. وفي هذه الحالة في ناس كثير يكابرون، تلقاه يعاني مثلا من الاكتئاب أو القلق أو من الضغوطات النفسية وما قدر يتحكم فيها وما يلجأ للمساعدة، وهذا تصرف خاطئ. كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا ممكن نحتاج إلى مساعدة من طبيب نفسي أو من أخصائي علاج النفسي، لكن الخطأ أن نكابر ونستمر بالمعاناة، وصدقني راح يبقى معك الألم ما دام المهيج موجود. بعد ما انتهينا من الوقاية من المهيجات نجي الموضوع مهم، وللأسف كثير مصابين بالقولون العصبي يغفلون عنه، ألا وهو ممارسة الرياضة. في دراسة علمية أجريت على أكثر من 100 شخص يعانون من القولون العصبي، وقسموهم على فريقين. الفريق الأول يمارسون الرياضة من 20 إلى 60 دقيقة 3 إلى 5 أيام بالأسبوع، رياضة متوسطة إلى شديدة. والفريق الثاني ما يمارس الرياضة. وجدوا أن في فرق كبير وتحسن بالأعراض عند الناس اللي يمارسون الرياضة أفضل من الناس اللي ما يمارسون الرياضة. كانت هذه هي وصفتنا اليوم، نتمنى لكم أجسام خالية من الآلام ومن تهيجات القولون. نشوفكم على خير، في أمان الله.